وكن دوز للتمرين فعندنا عندنا واحد اتصال قال لك ادرس الاتصال في واحد اعطانا واحد الداله احنا نشوفه بان الداله هي عباره على جذر مرتبه ال وبالاخص جذر مرتبه 3 وعطينا الصوره فانا باش نحسب الاتصال خاص نحسب قاعده تقول لي خاص نحسب لا ليميت من اكس تمشي لاكس زيرو ف اف دو اكس خاصة تساوي ليا اف لي اكس زيرو هذه هي القاعده باش تكون متصله في واحد النقطه يعني انا خاصني نحسب لا ليميت تاع اف دو اكس من اكس تؤول الى واحد وخاصني نلقاها تتساوي اف لي واحد اللي تتساوي هي 16 من تقول لي ادرس الاتصال في اف يعني تقدر تكون متصله تقدر تكون غير متصله ولكن من تقول لك بين ان اف متصله فهنا ضروري خاصكم تلقاو الاتصال هنا تقدر تكون متصله تقدر ما تكونش اوكي مدير فاول حاجه عندنا مرحله التعويض انا ما التعويض مرحله سهله نجي نعوض مباشره غتعطيني هي جذر مرتبه 3 تاع واحد غتعطيني واحد واحد ناقص واحد زيرو زيرو في البسط ما يمكنش ليا نحكم عليه بانه شكل غير محدد تمشي نشوف المقام غندير نعوض بواحد غتعطيني واحد زائد 63 غتعطينا هي 64 64 ياك 64 جذر مرتبة 3 تاع 64 اش يساوي هو الجذر تاع رتبة 3 تاع 4 و3 ممكن ديروها في كالكول غتلقاها بان هي هادي مشات 3 مع 3 تحيد ليا الجذر بقات ليا 4 4 ناقص 4 اللي هي 0 بقى نفس الشكل غير محدد يعني غنضرب في المرافق بالنسبة للمرافق تاع ا من تكون عندي على شكل ا ناقص بي يعني هذا اش ندير ليه تنضربو في المرافق تاعو اللي هو هذا ا اس 2 زائد ا بي زائد بي اس 2 باش نحصل على هاد القاعدة باش يمشي ليا الجذر الهدف تاعي هو يمشي ليا الجذر باش نحسب حنا نشوفو غنحاول نستخدم جوج الالوان باش يبان لينا المرافق مزيان عندنا لا ليميت من اكس تمشي لواحد تاع اف دو اكس يعني تمشي هي الجذر رتبة 3 اكس ناقص واحد على الجذر مرتبة 3 تاع اكس زائد 36 ناقص 4 اش تساوي ليا اش تساوي ليا غندير واحد الخط كبير لا ليميت من اكس تمشي لواحد غندير واحد الخط كبير ونجي في المرافق جذر مرتبة 3 تاع اكس ناقص واحد هذا شنو هو المرافق تاعو المرافق تاعو هو هذا هو تمثل ليا ا وهذا هو تمثل ليا بي هذا عطيني ا اس 2 يعني جذر مرتبة 3 تاع اكس الكل اس 2 ياك حتى هنا مزيان زائد ا مضروب في بي يعني جذر مرتبة 3 اكس مضروب في واحد يبقى لينا هو جذر مرتبة 3 تاع اكس زائد بي اس 2 يعني واحد اس 2 اللي هي واحد نجي نديرها مباشرة فانا ما يقدنيش باش ندير المرافق كامل يعني نضطر بانني نمسح هاد البلاصه يعني نتوما طنطونكم اللي كتبتوها باش ما يقدنيش لان عندي المرافق في البسط وفي المقام يعني ونجي نديرها عاوتاني في المقام ولكن نديرها بعيد انا نقول لكم علاش نرجع المرتبة 3 تاع اكس زائد 63 ناقص 4 عندي لي المرافق تاعو ولكن قبل نجي هنا وندير المرافق هذا يعني ضرب في البسط يعني ضروري خصني نضربو في المقام باش يكون عندي واحد ليكيليبر يعني تكون عندي هي جذر مرتبة 3 تاع اكس الكل اس 2 زائد جذر مرتبة 3 تاع اكس زائد 1 اوكي تعرفنا مزيان ندوز عاوتاني نضرب في المرافق تاع هذا شنو هو المرافق تاع هذا هو جذر مرتبة 3 تاع اكس زائد 63 الكل اس 2 ياك زائد ا مضروبه في بي يعني اولا بي مضروبه في ا يعني شد 4 نضربها في التعبير تولي هي 4 مضروبه في جذر مرتبه 3 تاع اكس زائد 63 زائد بي الكل اس 2 يعني 4 4 اس 2 غتعطيني مباشره 16 مباشره نديرها هي 16 بما انني ضربتها في المقام خاصني ضروري نضربها في البسط نكتب نفس التعبير جذر مرتبة 3 تاع اكس زائد 63 الكل اس 2 نحاول بانني ما ننسى والو علاش جذر مرتبة ان تبغى شويه التركيز
زائد 4 مضروبة من جذر 3 تاع إكس زائد 36 زائد 16. هادشي ما يخلعكمش مع التمارين المكثفة وما يبقاش يبان لكم هادشي. دابا إلا جيت اختزلت هادي مع هادي واختزلت هادي مع هادي، رجع كما كنت بحال ما درت حتى شي حاجة. ولكن الهدف أنا تاعي شنو هو؟ هو أن في هاد البلاصة، في هاد البلاصة ها هي، وفي هاد البلاصة عاوتاني اش ولا عندي؟ ولا عندي أ ناقص بي عامل لأ أ أس 2 زائد أ بي زائد بي أس 2. اش تعطيني؟ هتعطيني هادي. من أن تبان لكم تانا أ ناقص بي عامل لأ أس 2 زائد أ بي زائد بي أس 2. يعني هادشي كامل أنا تندروش نحيد داك الجذر مرتبة 3 اللي مصدع علينا راسنا، اللي تساوي ليا هي لا ليميت مني إكس تمشي لواحد. هذا اش تعطينا؟ تعطينا هي أ أس 3، يعني تعطينا هي جذر تاع إكس مرتبة 3 الكل أس 3 ياك، ناقص واحد أس 3 عامل هاد التعبير اللي بقى ليا. يعني شنو هو داك التعبير؟ هو الجذر مرتبة 3 تاع إكس زائد 63 الكل أس 2 زائد 4 الجذر مرتبة 3 تاع إكس زائد 63 زائد 16. لكن ضروري هنا تنديرو الأقواس، ونديرو أقواس كبيرة. هنا ستعطينا تاهي نفس الحالة، غتعطينا الجذر مرتبة 3 تاع إكس زائد 63 الكل أس 3 ناقص 4 الكل أس 3. نسد قوس ونفتح عاوتاني القوس باش نكتب هاد التعبير. الجذر مرتبة 3 تاع إكس الكل أس 2 زائد جذر مرتبة 3 تاع إكس زائد 1. فمباشرة نخدم على هذه هنا وما نعوضها. فالجذر، فالجذر جذر مرتبة إكس أس 3 الكل أس 3 مباشرة تساوي ليا هي إكس، حيت عندي نفس الرتبة، عندي هنا الرتبة 3 وعندي 3. علاش حنا كنا تنقولوا الجذر تاع إكس الكل أس 2 يساوي إكس؟ حيت هنا كاين الرتبة 2 غير ما بيناش، تتلاقى ليا هاد الرتبة مع هاد الرتبة بحال بحال تتمشي ليا الجذر. حتى هنا تلاقات ليا الرتبة مع الرتبة بحال بحال يطيروا لينا الجذر، غتبقى ليا هي إكس. يعني هاد التعبير كامل يساوي إكس. وانتم ممكن تأكدوا في هاد الخاصية بكالكولاتريس، غتشدوا الجذر من الرتبة مثلا 10 تاع 3 الكل أس 3 غتعطيكم 10، تأكدوا منها. الجذر من الرتبة 4 تاع 10 الكل أس 4 غتعطي لكم كذلك 10. هذه خاصية هذه واحد أس 3 اللي هي واحد. تانا فأنا 3 مع 3 تلاقات غتمشي ليا هذه، يعني اش يولي عندي؟ هيولي عندي إكس زائد 43 ناقص 4 أس 3 اللي حنا نشوفو شحال تساوي. غتولي عندي إكس زائد 63، 4 أس 3 غتعطيني هي 64. ممكن ديروها في كالكولاتريس 64. أنا باش عرفتها عرفتها من المرة الأولى من كنت نعوض، ناقص 64. فدابا زائد 63 ناقص 64 غتعطيني هي ناقص 1. فأنا هادشي كامل علاش نديرو؟ باش نقلب على الاختزال باش يمشي ليا، باش يمشي ليا هذا مع هذا، ويبقى لي غير هاد التعبير. دابا بقى لي غير هذاك التعبير غادي نعوض فيه مباشرة. فهادو مشاو، هادو مشاو على اختزال. فهادي نتمنىكم انكم تبقاو تعاودوها، تعاودوها غير بوحدكم باش ترينيو عليها. دابا بقى لي الا حاجة وحيدة اللي هي نعوض ونقارن نشوف واش بصح هادشي يساوي 16 كما بغاو او لا او لا. اوكي نجي نعوض لا يساوي. دابا بقى لي الا مرحله التعويض، غتعطيني هي الجذر مرتبة 3 تاع 1 زائد 36 الكل اس 2 زائد 4 الجذر مرتبة 3 تاع 1 زائد 63 زائد 16. هنا تعطينا الجذر مرتبة 1 مرتبة 3 الكل أس 2 زائد جذر مرتبة 3 تاع 1 زائد 1، شحال تساوي ليا؟ أوكي نجينا. فأنا 1 زائد 63 غتعطيني هي 64. غنجي نديرها هنا، غتعطيني هي الجذر مرتبة 3 تاع 4
60 الكل اس 2. فاذا قلنا احنا على اذا قلنا على على 64 كتساوي هي 4 4 اس 3. حتى لهنا مزيانين. قلنا على 64 هي 4 اس 3 4 اس 3 يعني 3 مع 3 وعندي الجذر بحال تبقى ليا غير 4. تبقى لي 4 اس 2 اللي هي شحال؟ هي 16. اولا ممكن ديروها في كالكولاتريس غتعطيكم مباشره النتيجه. 4 اس 2 اللي هي 4 مره في 4 اللي هي 16 زائد هنا ايضا. فهنا قلنا هي 4 اس 3 مشات لي 3 مع 3 تحيد لي الجذر بقات لي غير 4. ف 4 مضروبه في 4 اللي عندي هنا اللي هي 16 حيت هنا اصلا عندي الضرب اللي هي 16 زائد زائد 16 اللي هي اصلا كاين. نجي جزء المرتبة 3 واحد اللي تعطينا هي واحد. واحد الكل أس 2 هي واحد يعني تولي عندي هنا واحد زائد جزء المرتبة 3 واحد واحد زائد واحد. شحال هو اللي يساوي لي هادشي؟ حنا شحال بغينا تكون 16 نشوفو واش بصح 16 أو لا. لا ف 16 زائد 16 زائد 16 تعطيني هي 3 مضروبة في 16. واحد زائد واحد زائد واحد غتعطيني ثلاثة. مشات ليا ثلاثة مع ثلاثة غتبقى ليا 16 اللي تتساوي اف لي اش اف لي واحد. اف لي واحد كمشنا في البداية بما ان فالجواب بما ان لا ليميت لا ليميت من اكس تمشي لواحد تاع اف دو اكس تتساوي اف لي واحد اللي تتساوي 16 فان اف متصلة في فين في واحد. هذا ما كان بالنسبة لهالتمرين ونتلقى إن شاء الله في تمرين آخر.